بالنسبه لهذا المهرجان ديال زومي، اول حاجه الجمهور تبارك الله سخون، هما اللي شجعونا باش نكونوا حتى حنايا واقفين. هذه من جهه، وتحيه لجمعيه الزهور ديال زومي اللي سهرت على هذا المهرجان. عبد الله المصباحي وسيدي محمد الغزال اللي تكلف بينا الحويط، تكلف بينا منين وصلنا حتى دابا غنمشيو في حالتنا. شكرا للصحافه اللي كتواكب كل شيء، المهرجانات اللي كنمشي لهم، والله الا شكرا لكم. الجديد انا يا من الى ما بقيتش ندير الجديد ما نبقاش نغني. كاين تقريبا البوم يعني كل مره غنلو حسين قال في تقريبا شي 6 ولا 8 يمكن كاع، انا في طور نحيدوا علينا هذه المهرجانات ونكمل اخر اللمسات فيهم، وان شاء الله غادي تسمع غير انتوما تشوفوهم وديروا لنا في عطيونا جيم. بالنسبه لسي سعيد حضر بزاف المهرجانات السنة، الحمد لله لا جيت الوزان، ما هي مره ما هي جوج، وجميع المناطق الشماليه كامله عندك من الديبار ديالها حتى الاخر. اسم واحد ونانا مشيت ليها، نعم، وفرحنا مع دوك الناس الطيبين، وجينا اليوم لقينا زومي ناس طيبه. لا متوقع الجمهور، ما عمرني كنعرف، انا كنتوقع دائما الجمهور في المدن الكبار، ولكن جيت لقيت سبحان الله الناس زوينين، وكاينين الناس كيبغيو الصناجي، والحمد لله على كل شيء. في بلاصه كنلقاوه مقصر معانا، محيح معانا، كيغني معانا، لو ما كانش الجمهور ما عمر شي فنان غادي يكون. شكرا للجمهور الكريم وشكرا لكم تانتوما. الاسم ديالي وهو الصوفي احمد، معروف بالصوفي احمد في الساحه الفنيه. عندي اغاني ديالي، عندي مسائل ديالي، ولنعمل ناشط وفاعل جمعوي بامتياز وطني وجهوي ومحلي. عندي غيره بزاف على بلادي اللي نهي زومي، عندي غيره كبيره على بلادي اللي نهي زومي. علاش؟ على حقاش لنعرفوا القيمه ديالها التاريخيه، ولا نعرفوا القيمه ديالها من بين القبائل المجاهده كما اقرينا احنا في التاريخ في الابتدائي والثانوي وهذا، على انها تسمى ما يمكنناش نبخلوا فيها اي حاجه. علاش؟ على حقاش احنا الابناء ديالها، وهي فيها تربينا وفيها انشانا. وثانيا اولا نشكروا اللجنه المنظمه، نشكروا الاخ سي عمران المصباحي والاخ ديالو رئيس الجمعيه السي عبد الله المصباحي، والسي حويط لناه نائب برلماني ورئيس الجماعه. نشكروا السيد القائد والسيد رئيس الدائره ورجال الدرك ورجال القوى المساعده والسيد العميل ووزارة الثقافة، وعلى رأس كل هذا صاحب الجلالة الله ينصره اللي لا نوجه له تحية كبيرة، اللي لا يشجع الفن ولا يشجع أي حاجة، الله ينصره والله ينصره. تفاعل
التفاعل بالجمهور، الجمهور اللي يعني انبهرت انا كموسيقي وكفنان وكذا، انبهرت بهذا الحب الى كان يعني هالشيء راه اللي يعني بان الحب في الملك وفي الوطن وفي البلاد وفي الثقافه وفي صله الرحم اللي هي اللي جمعتنا وجمعت المداشر وجمعت القبائل هنا. كاين القبائل بن مزقلده بن زروال بن احمد غزاوه ومن مساره ورهونه وجميع القبائل راه مجموعين هنا في الساحه، والشكر للجميع والسلام. شكرا على المشاهده. اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الاعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.